بعد 5 أيام يشرع في تجسيد البرنامج الوطني لإعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق الممتد إلى غاية 21 مارس المقبل انطلاقاً من ولاية خنشلة. الحملة تستهدف تشجير 30,000 هكتار تختلف فيها أنواع الأشجار بين الورقية المثمرة والعلفية حسب خصوصية كل منطقة. تم إحصاء لحد الآن 357 جمعية على مستوى 40 ولاية لغرس 835,000 شجرة. والفضاءات التي ستشجر ستكون الفضاءات التي احترقت في السنوات الماضية، وأكدوا على ذلك. لماذا؟ لأن الفضاءات التي احترقت في هذه السنة يجب أن ابتدأنا وباشرنا في عمليات الصيانة والنيتواياج إلى سينيسمو، دونك الصيانة والتطهير، حتى نسمح للتجديد الطبيعي أن يكون. إحصاء، توجيه ومتابعة هذا البرنامج سيكون عبر منصة رقمية جديدة أطلقتها وزارة الفلاحة، يتم من خلالها إشراك المجتمع المدني في هذا البرنامج، كما يسمح التطبيق بالتواصل مع المواطن للإجابة عن انشغالاته وتوجيهه. المنصة تقدم محورين، المحور الأول يمكن للمجتمع المدني أن يستفسر حول العملية أو الديسبوزيتيف، والمحور الثاني هو يستطيع أن ينخرط مباشرة من بيته أو من هاتفه الذكي. المنصة جد بسيطة للاستعمال، حيث هي موجودة في السيت ويب للوزارة، أي www.mader.gov.dz/ROF. أن سيجد الزائر المنصة، سيمكنه من الاستفسار أو الانخراط مباشرة، وهي عملية جد بسيطة. الحفاظ على الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأنظمة الإيكولوجية الغابية المتضررة مسؤولية الجميع، والمشاركة في هذا البرنامج الوطني تحقق منفعة عامة لضمان رعاية دائمة للغطاء الغابي.